الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا سئلت عن زكاة الفطر متى تخرج، فأجبت بما يجيب عليه أي عالم مالكي، أي إمام في الجزائر، أي واحد قال فقه، وأي مواطن يعرف أن زكاة الفطر تخرج في نهاية رمضان، في نهاية شهر رمضان، لأنها مربوطة بالإفطار الفقه وتسمى زكاة الفطر. وقلت أننا لا نخرجها في بداية رمضان، لأن إذا خرجناها في بداية رمضان ما توليش زكاة الفطر، توليش صدقة من الصدقات. هذه الفتوى انتهي، وهي فتوى مالكية صحيحة والحمد لله. وأنا مستأمن على باش نفسي للناس على المذهب المالكي، أنا مالكي في بلد مالكي، وهما يعني يصدعونها أصلا بالمرجعية الوطنية. المرجعية الوطنية أنا التزم بالمرجعية الوطنية، وأفاجأ أن وزارة الشؤون الدينية تشكي إلى لجنة ضبط السمع البصري، وجعلوا منها قضية النهاية يوقفون حصة، والحمد لله ما ضبطوش عليها مخالفة علمية، أقول مخالفة علمية منذ 10 سنوات، والشعب يستفيد والحمد لله. عليه للسؤال قال لك لازم توافق لجنة الفتوى لإدارة الوزارة. يا سبحان الله، عليه لازم نوافق لجنة الفتوى، لازم نوافق كتاب الله، نوافق سنة رسول الله، نوافق ما عليه الأئمة العلماء المالكية المرجعية الوطنية، هذه اللي لازم نوافقها. أما لجنة الفتوى اجتهدت، الله يعاونهم، اجتهدوا اجتهادا يتحملوا مسؤوليته يوم القيامة. علاه يحملون لنا مسؤولية اجتهادهم؟ علاه لازم نتبعهم؟ علاه لازم أنا ما نبلغ للشعب الجزائري الذي يستمع إلي ويثق في نبلغ لهم لجنة الفتوى؟ يا أخو ما يبلغوها، يا أخو ما يجتهدوا. أنا لو كان اجتهاد وأنا نبلغون بين أسمين بين وكي نتحمل مسؤولية أمام الله. انتم لجنة فتوى جاتكم الوزارة، اتحملوا مسؤولية وبلغوها للشعب. فما تمنعش واحد اخر باش يجتمع عليه الثقة المالكي، لا تمنعني من هذا. هذا لقد حجر واسعا، ضيق واسعا. انا اعد هذا من الظلم الذي وقع علي واحتسب اجري، وانا ربيت الشعب على ان يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وانا اقولها اليوم حسبي الله ونعم الوكيل. الذي اريد ان اقول للتاريخ اني احمد الله، احمد الله اني ما خنت الشعب الجزائري وما خنت الناس فيني وما خدعتهمش وما كذبت عليهم. كم عرضوا علي من اشياء ما يقدرش يطولها يطول العقل، من اللي بدا بحصه اصحاب المال اصحاب الجاه، كل واحد كان يريد اني نمشي انا في الجهه نتاعو، ولم افعل والحمد لله، لم افعل والحمد لله. لان الفتوى امانه، اما تحملها بصدق ولا تولد تنسحب لانك تمشي على الصراط. الحمد لله خلص راسي مرفوع وما خداش الشعب الجزائري والناس الذين استأمنوني والحمد لله.